مرحبا، أنا اسمي فرح. نحن شلة شباب وصبايا من سوريا، مالنا منتمين لأي حزب سياسي أو طائفي، ومنقسم بالله على الشيء. نحن شباب ننتمي لسوريا وبس، وهالشي ما له نابع عن التقليد، بالعكس نحن كنا عم نستنى هي الفرصة لنقدر نعبر فيها عن اللي جواتنا. فبترجاكم حاجة تفكروا بهالطريقة السلبية، لأني راح أحكي قصص صايرة معي ومعكم، بس حتكون مختصرة كتير. أول شي راح أحكي عنه هو الصحة بسوريا. أكيد يلي قدران يروح على مشافي خاصة نياله، ولو إنها مو هالمستوى العالي بس بتضل أحسن، بس مشكلتها إنه غالية كتير. ولا المشافي الحكومية يلي بدك تستنى فيها على الدور، وبيكون ابنك بين إيدك عم يموت وموجوع ولك وما حدا سائل فيك، مثل مثلا مشفى المواساة ومشفى الأطفال، وأكيد شايفين هالمنظر العالم يلي قاعدة بالجنينة وعلى الأراضي، وأغلبيتهم بيكونوا جايين من أبعد المحافظات لأنه ما عندهم مشافي هنيك بالأساس. طيب راح أحكي لكم قصة بتعصب وبتزعل وبتضحك. في مرة مساعد دكتور حكى لي قصة صارت مشفى المجتهد، إنه أثناء إجراء عملية لمريض بنفس غرفة العمليات اللي عم يساووا فيها العملية، لك تخيلوا كان فيها مصلح عم يحفر الحيط بالفرد، والدكتور عادي سامح بهالشي وعم يكمل العملية لأنه ما عنده ضمير أو أي إحساس بالمسؤولية. وأكيد ما راح أحكي لكم عن القذارة لأنه عيوننا تعودت نشوف الوساخة بكل مستشفى منروح عليها. أما تاني شي بدي أحكيكم عنه هو التعليم. نحن شعب بصراحة ثقافته محدودة، وطبعا هذا الشي بيرجع لسوء التعليم يلي بيرجع كمان لصعوبة المناهج اللي كنا بنعرف انه فيه أخطاء كتير ومعلومات قديمة ما لها طعمة. وأكيد الكل بيعرف الجملة المشهورة من الجلدة للجلدة، طبعا كل سنين التعليم بكم والبكالوريا بكم تاني، ومثل ما بيقولوا لها بدها هز كتاف، وأكيد هي حلم لكل مواطن. مثلا أنا رسبت على علامتين واضطريت عيدها وضيع من عمري سنة بحالها من شان بس شو علامتين. وطبعا يلي بينجح بعلامات متوسطة فما ينبسط كتير لأنه يعتبر راسب والمفاضلات ما حتكون أكيد من صالحه. وبعدين ليش ما أنا اختار الفرع يلي أنا بحس حالي بقدر أبدع فيه مثل أي دول تانية؟ بيجبرونا بمجموعنا نفوت على أفرع ما بدنا إياها لأنه ما عنا أي خيار غيره. وأكيد الكل سنة يا حرام عن البنتين يلي انتحروا، واحدة بيناتهم أوصت حالها. ماشي، رح أرجع لكم على مراحل الابتدائي والإعدادي يلي هي أهم مرحلة بحياة الإنسان، لأنه بهاي المرحلة عم تتأسس وتنبنى شخصيته للطالب. بس طبعا للأسف بيبنونا شخصيتنا على العقد النفسية والخوف، شد الأدان، ضرب الكفوف، الإهالة بضربنا بالمساطر الخشب السميكة، وأكيد بتتذكروها صح؟ وهذا كله ببلش من الصف الأول هيك من البكالوريا. فمو صح كلامي انك انت موجود بهالفيديو، واذا حبيت شوف الجزء الثاني للفيديو لانه حتكون قصصنا كلياتها فيه، وانت اكيد حتكون فيه.